اهلا بيكم، اتقابلنا تاني. احنا لسه في يونت 2 Brave Young People، خدنا مع بعض الفوكابلري وخدنا اكسرسايز عليه في التشوز و correct the underlined words، وخدنا برضو situations المواقف كلها، سواء انت بتعمل polite request طلب بطريقة مهذبة، ولو حد بيطلب منك حاجة ازاي بنعمل accepting قبول او refusing الرفض، وبرضو القبول والرفض بيبقى بطريقة مهذبة. النهاردة هناخد حاجة تانية مع بعض، تعالوا نشوف unit 2 شايل لنا ايه. Brave Young People Language Notes، ملحوظات لغوية. في شوية تعبيرات كده مهمة جدا لازم نعرفها ونعرف الفرق بينها عشان نقدر نحل في الامتحان. أول حاجة عندي I'd like to. I'd like to بيجي وراها infinitive، المعنى بالعربي أريد أن. I'd like to plus infinitive. التانية I'd prefer to. I'd prefer to برضو وراها infinitive، معناها أفضل أن، أفضل أن. التالتة I'd rather plus infinitive. I'd rather plus infinitive يعني برضو أفضل أن. طب إيه الفرق بينهم؟ خلوا بالكم، هو الانفينيتيف ممكن يبقى انفينيتيف with to وانفينيتيف without to. انفينيتيف بيبقى معاه مصدر بتو يعني، ومصدر من غير تو. في فرق صغير قوي لازم تلاحظوه، وعشان هو مهم جدا بيبقى موضع امتحان. تعالوا نشوف مع بعض التلاتة في الجمل بتيجي ازاي. دي امثلة I'd like to live in Cairo. I'd like to live in Cairo. خلوا بالكو I'd like معاها to. I'd like to. اما الفيرب ليف نزل في الانفينيتيف من غير اي اضافات. نمبر 2 بتقول I'd prefer to live in Cairo. اذا الاثنين واحد، I'd like to، I'd prefer to. I'd like to، I'd prefer to، الاثنين وراهم انفينيتيف. الثالثه اللي هي I'd rather، لاحظوا ان هنا ما فيهاش to. I'd rather live على طول. I'd rather live in Cairo. شلنا منها التو اللي كانت موجوده في I'd like و I'd prefer. خلوا بالكم من دي مهمه جدا. I'd like to، I'd prefer to، I'd rather من غير to أجيب الانفينيتيف على طول. choose لو جاب لي، ممكن تيجي طبعا أسئلة في التشوز. حسام would rather، حسام would rather study ولا studying ولا to study ولا to studying languages. languages لغات. تاني حسام would rather study ولا studying ولا to study ولا to studying languages. احنا لسه واخدينها would rather وراها الايه infinitive، زيها زي would like و would prefer، بس would rather infinitive without to، يبقى هنا تختار ايه study على طول. حسام would rather study languages. ولكن لو بدل would rather حط لي مثلا would prefer، يبقى في الحاله دي ما ينفعش study، هقول would prefer ايه، نختار ايه excellent، هختار ساعتها to study، لان would like او would prefer لازم الانفينيتيف بس يكون قبله to. would rather infinitive without to. طب ممكن تيجي ريرايت، جايه هي معانا ريرايت، يا ترى تتحل ازاي؟ سهله جدا. الجمله بتقول I'd prefer to stay at home. I'd prefer to stay at home يعني انا افضل ان انا اقعد في البيت. I'd prefer to stay at home، وطالب مني استخدم ايه؟ would rather. ايه حكايه would دي؟ شكل would المختصره اللي هي apostrophe دي، would المختصره. I'd prefer to stay at home وطالب would rather. كل اللي هعمله ايه؟ طبعا عشان احط would rather لازم اشيل ايه؟ اشيل would prefer بس ولا حاجه تاني؟ would rather مش معاها to، يبقى هنا هشيل would prefer ايه؟ to. يبقى الانسر بتاعتي I'd rather ايه؟ stay at home. I'd rather stay at home، افضل ان اقيم او اقعد في البيت. ايه تاني؟ prefer بتيجي بشكل تاني خالص. احنا خدناها would prefer to مصدر، لا prefer تيجي بمعنى او بتدي في جمله المقارنه بين شيئين، المقارنه بين شيئين. يعني احيانا مثلا لو انا بقول افضل الكوره عن مثلا swimming، انا بفضل الفوتبول عن سويمنج، ادي شيء وشيء، فوتبول شيء وسويمنج شيء تاني. في الحاله دي استخدم بريفير ازاي؟ بريفير بقى مش هقول اي بريفير تو، تو مش هتيجي ورا بريفير على طول. امال تيجي فين؟ تيجي بين الشيئين او الحاجتين اللي انا بعمل منهم التفضيل او المقارنه. اوكي تعالوا نشوف شكلها. طيب بريفير ناون تو ناون،
prefer noun to noun. بفضل يعني ايه noun؟ يعني اسم. بفضل اللي هو الشيء يعني something to something. بفضل شيء على شيء. زي مثلا لو قلنا الفوتبول والتنس بقول ايه؟ I prefer football to tennis. انا افضل كرة القدم عن التنس. يبقى هنا معناها افضل شيء عن شيء اخر. اوكي؟ I prefer football to tennis. طيب would rather لو جت برضو بتفضيل بين شيئين هتختلف خالص. would rather اللي اختصارها ابوستروف دي rather هيجي وراها infinitive. طبعا احنا عارفين infinitive بتاعها ايه؟ without to، من غير to. would rather infinitive مصدر يعني، وبعد كده than والانفينيتيف الثاني. ما هو شيء وشيء، بس هنا مش الناون والناون، لا مصدر ومصدر، مصدر ومصدر. تاني would rather اللي اختصارها would rather apostrophe دي rather. اوكي يجي وراها على طول infinitive than infinitive. اما كانت prefer ايه؟ prefer شيء ناون to الناون الثاني. طب نشوفها ازاي في المثال. هو في الجمله دي بيقول لي I prefer football to tennis. عايزين ناخد الجمله دي بس باستخدام would rather، تبقى I'd rather ايه؟ play football than play tennis. جت منين play؟ الجمله ما فيهاش play خالص، هي بتاعت prefer. اه ما انا بجيب الانفينيتيف المصدر، المصدر ده الفيرب، يبقى لازم اجيب فيرب يمشي مع النون اللي عندي. فوتبول دي يمشي معاها play مثلا ولا eat ولا مثلا meet يقابل. مش هينفع اقول I prefer eat football، هاكل كرة القدم، لا بنستخدم الفيرب play عشان يمشي معانا. يبقى I'd rather play football، ادي الانفينيتيف اهي play، then والمصدر الثاني play tennis. طب ده الشرح، نشوف جمله مع بعض نحاول نحلها. الجمله بتقول we prefer fish to meat. we prefer fish to meat، احنا بنفضل السمك عن اللحوم، وعايز استخدم would rather. would rather هنا بقى هيبقى هتبع انهي طريقه؟ اللي هي would rather infinitive than infinitive. تبقى هنا الحل هشيل we prefer خالص، وهتبقى would rather. we would rather يعني would rather eat fish. جبنا منين eat؟ عشان يمشي مع الناون اللي هو fish و meat. اوكي كان مع كرة القدم قلنا play، استخدمنا الفيرب play عشان يمشي مع الفوتبول او تنس. مع الفيش والميت وكده ما ينفعش اقول play، هقول ايه؟ استخدم الفيرب eat يأكل في الجملتين او في الاسمين. يبقى would rather eat fish than eat meat. would rather eat fish than eat meat. طيب عندنا حاجة تاني، حاجة مهمة جدا. ايه ده؟ عندي ثلاث سطور. السطر الاول بيقول لي by car by bus by train on foot. السطر ده لوحده وده لوحده وده لوحده. في فرق بين الثلاثة. اول حاجة لاحظوا ان كلمة car وباص وترين اي حاجة تانية يعني بيجي قبلها ايه؟ باي، او الباي كار باي باص باي ترين، ما عدا استثناء واحد اللي هي اون فوت. لو مثلا بنستخدمها نقول مثلا احنا رايحين المدرسة بالعربية، بالعربية يبقى باي كار، بس كار بس وباص وترين لا، ممكن اقول باي تاكسي، اي وسيلة مواصلات احط قبلها باي يبقى انا بروح بكذا، بالعربية بالقطر بالتاكسي باي حاجة باي كار. لاحظوا ان باي والاسم اللي بعدها مفيش بينهم فاصل، باي كار على طول، ولا ايه ولا ان ولا ماي ولا هيز ولا اي حاجه، باي كار على طول، باي باص على طول، باي ترين على طول. يستثنى من كده اللي هي كلمه فوت، عايز اقول سيرا على الاقدام، مش هنقول باي فوت، دي الوحيده اللي بيجي معاها ايه؟ اون، اقول اون فوت، اي جو تو سكول اون فوت. اوكي؟ طب تعالوا نشوف المجموعه الثانيه، هل هي باي ولا اتغيرت؟ المجموعه الثانيه مستخدم ان معايا. in a car in my car in a taxi in his taxi. ممكن بيقول لي هنا استخدم in بدل by، بس في حاله استخدامي للpreposition in حرف الجر in يعني لازم يكون في فرق بين in ووسيله المواصلات، فحط لي هنا a مثلا. اوكي وهنا ممكن اقولها in a car او in my car او in my father's car، في عربيه بابا. اوكي طالما في فاصل ايه او ماي او هيز او كده ما ينفعش اقول باي، يبقى لازم الباي هنا استخدم بدلها ايه؟ ان. طب لو تاكسي برضو نفس الكلام، ان ا تاكسي ان هيز تاكسي، او ممكن ان ماي تاكسي ان يور تاكسي، المهم يبقى في فاصل بين الان والتاكسي. طب لو ما فيش الفاصل هنفترض ان هيز مش موجوده، يبقى ما ينفعش اقول ان تاكسي على طول، امال اعمل ايه؟ ارجع تاني الباي اقول باي تاكسي. اتفهمت؟ يا اما لو ما فيش فواصل يبقى استخدم باي على طول، لو في اي فاصل سواء
اي او ان او هيز او ماي او يور يبقى لازم استخدم ان. بس خلوا بالكم في السطر الثاني استخدمت ان مع حاجتين بس اللي هما ايه؟ الكار والتاكسي. الكار والتاكسي طالما في فواصل بستخدم مع الكار والتاكسي ان. طب لو في فواصل وحاجه غير الكار والتاكسي يقول لك ما ينفعش ان، امال استخدم ايه؟ استخدم اون. اون ذا باس او اون ذا ترين وهكذا، اي حاجه غير الكار والتاكسي. اوكي؟ برضو هنا في فاصل بين اون وباس اللي هي ذا مثلا. ذا او ا. اوكي؟ اون ا ترين، اون ا باس. اوكي؟ طيب نرجع تاني، لو ما فيش ذا هنا خالص او ايه او هيز او اي حاجه ينفع اقول اون باص على طول؟ يقول لك لا، ارجع تاني ان لازم تبقى ايه؟ باي باص على طول. اوكي؟ يبقى كل القاعده ان انا اقول باي كار باي باص باي ترين كله باي طالما ما فيش فاصل بين باي والكلمه اللي وسيله المواصلات. لو في اي فواصل نفرق بين حاجتين، الكار والتاكسي، الكار والتاكسي بس نستخدم معاهم ان، بقيه المواصلات نستخدم معاهم اون. خلوا بالكم برضو ان في استثناء اكسبشن وحيد مع الكل هي فوت، ما بيجيش غير بتعبير واحد بس on foot. طيب عندي جملة تشوز بتقول ايه؟ Sarah came to school وجايب لي الchoices الاختيارات in ولا on ولا by ولا with her father's car. Sarah جات المدرسة في عربية باباها. هل هنا انا ابتدي افكر ما انا ممكن اقول by تنفع معايا by وتنفع معايا ان وتنفع معايا اون. طب ما كده دلوقتي احنا لازم نحدد انا في فاصل بين وسيله المواصلات اللي هي كار والبريبوزيشن اللي هستخدمه ولا ما فيش. طبعا لو ما فيش هير فاذرز كار هقول باي كار على طول. اوكي؟ يبقى انا هنا عندي اختيارين، طبعا باي هنستبعدها خالص عشان في فاصل بين كلمه كار والحرف الجر. يبقى انا عندي كلمه يا اما ان يا اما اون. يا اما ان يا اما اون. اتفقنا ان الكار والتاكسي ايه؟ اتفقنا ان الكار والتاكسي بيجي معاهم ايه؟ ان. فبالتالي هنا لازم اختار ايه؟ in her father's ايه؟ car. in her father's car. طب لو جاب لي حاجه غير الكار، لو قال لي باص باباها عنده اتوبيس وهي رايحه بيه، يبقى هختار ايه؟ يبقى on her father's ايه؟ bus. لو كلمه باص بدل كار هستخدم on. طب برضه باي ما تنفعش؟ ما تنفعش طالما في فاصل هو her father's. اوكي؟ الافتراض الثالث لو ما فيش her father's خالص اخر الجمله كار، يبقى طبعا ولا in تنفع ولا on تنفع، يعني على طول اقول باي كار. طب لو ما فيش كلمة her father's، لو مفيش فاصل. أتمنى نكون وفينا يونت 2 حقه في الفوكابلري واللانجوج نوتس، ونتقابل في فيديو تاني مع جرامر يونت 2.